ينضم إلينا من مرسيليا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير. خالد، تفضل، معك التفاصيل. نعم داليا، بعد التحية، تضافر الجهود من وزارة الجيوش، القوات المسلحة الفرنسية، ووزارة الصحة، ووزارة الخارجية. هذا ما أكدته كاترين كولونا على صفحتها بمنصة إكس صباح هذا اليوم، وأكدت على أن هذه الجهود جميعها لإرسال مساعدات إلى غزة. حالة من التخوف وحالة من الترقب الحذر تسود هنا الأجواء في فرنسا، وبصفة خاصة بعد أن صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية أنها لا تملك معلومات على الإفراج عن بعض من الذين تم إيقافهم من المحتجزين الفرنسيين في هذه الجولة وفي هذا اليوم. وعند سؤالها على قناة بي اف ام تي في الفرنسية، أكدت وزيرة الخارجية كولونا بأن الاتصالات ستقوم بعملها اليوم عند حضورها لهذا المنتدى الثامن للاتحاد من أجل الاتحاد الأوروبي من أجل المتوسط. هذه اللقاءات المنعقدة اليوم في برشلونة، وقالت أنها ستلتقي لناظرها المصري وبعض من الوزراء الخارجية لدول المتوسط وستناقش هذه الأزمة. والهدف هو استمرار الهدنة، وهي تتمنى هذا استمرار الهدنة لتقديم المزيد من المساعدات. يعقب الهدنة، هذه الهدنة هو حالة من حالات الاتصال لمحاولة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، و في نفس الوقت الدخول لحلحلة الأمر السياسي وحل الدولتين التي لا طالما نادى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاتفاق مع الشركاء الإقليميين. فرنسا تكتم أنفاسها في ظل هذه الأيام، وبصفة خاصة بأن عليها تأثيرات كبيرة داخلية وخارجية. داخليا كانت هناك تظاهرات للتضامن مع المرأة في غزة في شهدتها العاصمة الفرنسية باريس أول أمس، وبالأمس شهدتها هنا مدينة مارسيليا، وأيضا أمام الاستحقاقات الرئاسية والانتخابية عفوا. وبصفة خاصة أن فرنسا والحكومة الفرنسية كانت عليها الكثير من الاعتراضات سواء من الأحزاب اليسارية وحتى من بعض أحزاب الوسط المتضامنة مع غزة وما يحدث في فلسطين. هذه هي أهم يعني آخر المستجدات التي صرحت بها كاترين كولونا بأنها ستواصل جهودها دون كلل وملل، وهذا إعادة لما قاله الرئيس الفرنسي أول أمس. داليا، على المستوى الدبلوماسي والتحركات الفرنسية، ما هو الجديد في ظل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار؟ خالد، حسب كاترين كولونا بأنها ستتناقش اليوم خلال هذا المنتدى من أجل الاتحاد من أجل المتوسط والتي تشهده داليا مدينة برشلونة، وهو المنتدى الثامن، عدد من الوزراء وزراء الخارجية من أجل توحيد الرؤى. وتوحيد الرؤى هي فرنسا منذ البداية، وهي بعد الأسبوع الأول من 7 أكتوبر بدأت فرنسا تدرك الخطر، بتحاول التواصل، وظهر هذا جليا من خلال زيارة الرئيس الفرنسي ولقائه ببعض رموز منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم أيضا زيارات أخرى من وزيرة الخارجية الفرنسي عقبها وزير الجيوش سباستيان لوكورنيو. وهناك يعني أخبار حسب جريدة لي فيجارو أن فرنسا أو أن الرئيس الفرنسي سيختار جون إيف لوردوريون ليكون ممثلا له لزيادة الحركات الدبلوماسية من أجل الوصول إلى السيناريو الذي تريده فرنسا، ألا وهو سيناريو التهدئة ثم إيقاف إطلاق النار ثم العمل على إيجاد حل سياسي وحل الدولتين. هذا هو ما يظهر في الأفق حاليا. فرنسا تحاول من خلال دبلوماسياتها من ناحية إظهار أنها لا تدعم فقط إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وربطت حق الدفاع عن النفس بأهمية الالتزامات الدولية، وأيضا هناك مشروع هام جدا ألا وهو مشروع حل الدولتين والأمن ومكافحة الإرهاب، وهنا هي تراهن على شركائها
في جنوب المتوسط. شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات من مارسيليا، مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير.